كان في زلمة يعتبر من أكبر النصابين بزمانه، انكمش هو عم بيبيع جسر قالاتا لسائح بعد ما باع برج الساعة ومترو القطار وحتى ساحة تقسيم باع. شكله كان بيفهم وبيستاهل الرحمة على روحه. كان يقول الناس اللي عم أنصب عليهم هن الناس نصابين بالأصل، وما كانوا تقربوا مني لو ما بدهم يخدعوني. راح مرة بالليل لعند صايغ ذهب وكان معه 10 أساور. المحل كان مسكر، ولما صدف واحد كان مارق من قدام المحل قال له مرتي كتير مريضة ومضطر بيع الأساور ومن هالكلام. هلأ لو الأساور حقيقية كانت بتسوى شي 1000 ليرة، فشو بيقول له؟ أنا محتاجة 300 ليرة وما بيهمني بقية المصاري، بكفي قدر أعمل عملية لمرتي وتتحسن. شو بيقول هداك الزلمة لحاله؟ أنا بشتري الأساور منه وبيعهم بكرة للصايغ، هيك بكون ربحت 700 ليرة من ولا شي. بيعطيه 300 ليرة وبياخد الأساور. ولما تاني يوم يروح لعند الصايغ ويعرف إنه الأساور مو ذهب، فبصير يصيح ويقول يا الله نصبوا علي، وبيروح فوراً على المخفى مشان يشتكي على صاحبنا. وما حدا خطر على باله إنه يسأله شو كنت عم تفكر لما أخذت أساور بتسوى 1000 ليرة من شخص ب300 ليرة. الجواب واضح، كمان هو كان بده ينصب على صاحبنا، كان بده يستغل شخص مضطر على مصاري مشان يساوي عملية مرته. ولهيك صاحبنا بيقول أنا بكل حياتي ما نصبت على إنسان ما فكر وجرب أن ينصب علي ويخدعني من قبل، فهمت؟ ونحن لازم نشتغل بنفس هذا الأسلوب، منخلي حدا يفكر أنه عم ينصب علينا وقتا منصب عليه. أيوه هاي شغلة بسيطة، لأنه أحب شغلة على قلب الزناجيل يشتروا الشغلات الغالية بسعر رخيص. صحتكم يا جماعة. بلا ما نطول بالقصة كتير، يلا سوق. تعرفوا مين هدول؟ لا والله ما عندي فكرة، هي أول مرة بشوفهم. اتفقنا على 20%، انتوا قبلتوا العرض، نحن جهزنا أمورنا على هذا الأساس حسب اتفاقنا الأولي. تراجعنا. شو قصدك يعني؟ كيف تراجعت؟ انتوا شفتوا كل التقارير بعينكم ووافقتوا، الاتفاقية ممتازة. لحظة شوي، انتو بتعرفوا انه الوقت مو لصالحنا ابدا، يعني اذا ما بدينا بهالاستثمار بتضيع كل الفرصة. برو it's a good business believe me. ومناجم الذهب ناطرتنا قال له قلت برو قد اول شو خرجوا البزنس انه سلوط الروت من جديد ناس هذا البزنس خروش يعني ميت وقولت اللي صورة قطعتها في الزوكين. مزبوط، بس ما فيكن تستثمرون إذا ما بتعطونا 40%. بدكن 40%؟ مو هيك اتفقنا؟ معقول؟ نحن أجينا لهون مشان نحتفل بالصفقة مو مشان تتراجعوا بكلامكن. ليش عم تعملوا هيك؟ لحظة شوي يا عمران، إذا المصاري ما أجت بكرة على الشركة نحن ممكن نفلس، يعني رح تتركونا بنص الطريق؟ قلت это нехорошо вообще. С чем мы делаем сейчас? Ну что, они без меня не смогут. مشان هيك لازم تقبلوا بعرضنا. شو معنى هالحكي؟ حكيتوا كلمة ولازم تكونوا قدها، ولا متعودين على النصب ببلدكم؟ أنا اللي بعرفه بصراحة الروس مانو النصابين. عمران بيك أنا شو ساوي؟ خلاص انتي روحي. عفوا ما تواخذنا، نعتذر من حضرتك. شكله مو منتبه. شو هاد يا؟ خلص اهدى. على اساس عطينا وعد؟ ما قلت لك ما تأمن بالوعود هاي. جنكيز بيك هي بعت لك اياها عرفان بيك. شكرا. زعجناكم من غير ما نقصد، بعتذر منك. ولا يهمك، شكرا كثير. صحة وعافية. شكله بلا عطان، كل شوي عم يطلع، بس ما يكون عرفك. ما بتوقع. من وين لقيت هدول الروس؟ كان عندي رفيقة روسية، هذا أخوها والزلمة مرتب، كان عنده مشغل ألبسة هون بالبلد. أنا مرة خدمته خدمة، واليوم رد لي إياها، والله ممثل، وأنت مو قليل بروفيسور.
تفضلوا. جنكيز أسار أغلى. عرفان سايقون. عمران كاليجي. تشرفنا. هالمشروب مميز، مو الكل اللي بيعرفه. اليابانيين أشطر من السويديين بصناعته. في نوع منه بيقولوا له مزواري، أنا بنصحك تجربه. رح جربه أكيد. عفواً مو حابب اتدخل، بس كأنه رفيقكم الروسي طلع من هون متضايق. شو المشكلة؟ عفواً منك، والله نحن اللي متضايقين. كان معهم زلمة روسي من شوي راح، وهلأ عم يصير شي غريب ما عم بفهم شو هو. قاعدين عم يشربوا كاس مع جنكيز أسار أغلو. أهم شي البروفيسور وعمران، لا تشيل عينك عنهم، أنا بعد شوي بشوفهم. سلطانة، صار عندي شغل مستعجل، حسين بيوصلك وبس خلص بجيب أختك، اتفقنا؟ معقولة هالحكي سليمان بعد ما جهزت حالي؟ خلص قلي وين رايح وأنا بروح معك. ماشي، كما بيصير.